اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، كل سنه وانت طيب للنجم الكبير واحد نجوم النادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا، النجم الكبير كابتن وائل جمعه حبيب كل الاهلاويه الحقيقه بيحب وائل جمعه لانه صوت النادي الاهلي، المدافع عن النادي الاهلي في اشياء كثيره في قنوات خارج مصر الحقيقه، وبالتالي وائل جمعه هو محبوب جمهور النادي الاهلي. النهارده عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا صخره. كل سنه وانت طيب يا وائل، ودايما كده بصحه وعافيه. النهارده الحقيقه ايضا الاتحاد الدولي بعت لكابتن وائل جمعه تهنئه بعيد ميلاده، يستحق الحقيقه نجم كبير في النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني وفي القاره الافريقيه. الحقيقه الكل عارف ان وائل جمعه ده واحد من افضل واهم المدافعين اللي كانوا موجودين في مصر وفي النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب، وتظل دائما وسط جمهورك وبتحب جمهور النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي بيحبك.